حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في أسبوع. حلقة اليوم نخصصها لدولة السودان ومشاكل ما بعد الانفصال، الاستثمارات الخارجية وما لها من دور في تحقيق النهضة الاقتصادية، وما إذا كانت الرسوم التي ستفرض على نفط الجنوب العابر لأراضي الشمال كفيلة بسد فجوة النفط من جهة وتسوية الخلاف بين البلدين من جهة أخرى. للحديث تحضر معي في الأستوديو الدكتورة منيرة أبو القصيصة، المستشار الاقتصادي في السفارة السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا بك معنا دكتورة منيرة. السلام عليكم، أهلا وسهلا. مشاهدينا، قبل أن نبدأ في تفاصيل الحلقة نتابع هذا التقرير وهو قراءة سريعة لواقع الاستثمار في السودان.